اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. عملنا البكاكين الفلاحي بالبكاكين بالنون، ماشي؟ عشان في ناس هنا نطقتها البكاكيم، هي البكاكين بالنون الفلاحي. زي ما قلت لكم ريحه وطعم في منتهى الجمال. يا داغر بعد اذنك، دي الصاجه اللي احنا لسه عاملينها على الهوا، لسه طالعه دلوقتي سخنه بنار الفرن يا بطاطا، قصدي بنار الفرن يا بكاكين. شايفين طالعه عامله ازاي؟ اهي سخنة مولعة، دي اللي خبزناها على الهوا مع بعض. سيبكم بقى من البكاكين، على الرغم ان هي بجد رهيبة والكل قاعد يحجز منها. وصلنا دلوقتي للفقرة الطبية، والنهاردة الخميس معانا اللي انا دايما بقول عليه دكتور الشباب، اللي هو عمل المعجزة السحرية بين الشباب، سواء الشباب الرجال او الشباب البنات، بجد وخلى الشباب الرجالة يهتموا بنفسهم ويهتموا بلياقتهم البدنيه. دكتورنا واستاذنا كريم اكرم، اهلا بيك. ازيك يا كريم؟ الحمد لله. انت هتتكلمي عني وسايب البكاكين؟ اه شفت بقى، امال ممكن ادوق؟ يلا يا باشا، عمال يقول الريحه دي ريحه ايه؟ ما هو ريحه الاكل حلوه. بسم الله ما شاء الله، سمي كده بسم الله وقول لي. ها ها، الله عليك يا جماعه، ده يا رب الحلقه تخلص بسرعه. شفت جميله ازاي؟ حلو جدا. لا انا المشكله اني عاجبني الريحه قوي، الريحه دي من اللبن الرايب اللي فيها، هو اللي عامل الريحه دي، هو اللي عامل الطعم ده. لا ومش الريحه مشجعه ان انا اكل، يعني مخليني حاسس ان انا عايز اكل، اكل صحي جدا عشان فيها لبن رايب. تمام. بس انت يعني حتى لو هي معجنات عاديه، انت برضو لو حد كلمك، انا دايما في كل حلقه مع كل وصفه لازم اتاكد، لو حد كلمك انا ممكن اكل معجنات وفيها دي ابيض وكده، عادي بتسمح بده؟ طبعا مفيش مشكله، مفيش مشكله. هو الاكل صحي ومشجع جدا للاكل. الريحه على فكره، دايما العين بتاكل قبل البطن. فالعين شكلها، يعني الاكل شكله حلو وريحته حلوه جدا، فمشجعني ان انا اكل. فدي دي اللي عجبني، مش لازم دايما يبقى الاكل اللي قدامي فراخ او لحمه عشان احس. لا بالعكس، احنا ساعات بنزهق فعلا. لا بالعكس، انا دلوقتي حاسس ان انا عايز اكل عشان خاطر ريحه ال مش عارف بصراحه اسمه ايه، هو البكاكين بالنون. البكاكين البكاكين ريحته شدني ان انا اكل. لا ولسه بعد الهوا بقى، لما تدوقها بالجبنه القريش او بالمش، او تسقيها بقى في شاي بلبن يا كريم بقى، عسل اسود، يا خبر ابيض يا كريم، او عسل اسود. او اقول لكم بقى القنبله بقى، كريم هيموتني، عسل نحل بحته قشطه جواه. بص عمل ازاي. والله ما احنا كده هنبوظ اللي احنا جايين نقوله. طب قول لي، يعني قول لي انت لو قدامك كل ده، ايه اللي يخليك تاكله بامان وانت محافظ على جسمك وعلى لياقتك؟ ما اكلش كتير، يعني لو قدامي عسل نحل زي ما حضرتك بتقولي، ما اكلش كتير، اكل بحاجه بسيطه. وعامه اساسا كمان دول يعني ما بيسدوا النفس، بس مش بالمعنى الوحش، لا مجرد ما بتاكلي منهم حاجه بتحس ان انت نكمتي. لما باكل معلقتين عسل كده على الريق، او لما برجع اغمس عسل اسود او عسل نحل، بقفل، بحس ان انا مش قادر اكل. وفي نفس الوقت انت مأمن بالكبسوله بتاعتك، او مأمن بالقرص ده اللي احنا جايين نقوله. بس احنا بردانين صح؟ ما هو الشتاء بقى. الشتاء بقى، والنهارده موضوعنا موضوع الشتاء. هنتكلم بالبلدي. احنا لما بنيجي نخش الشقه، اول حاجه بنعملها هما حاجتين. نجري على الحمام ونجري على التلاجه. ايوه، الحمام والتلاجه. خلينا صراحه، او اي حد بيعمل كده، طقوس الشتاء اول ما بندخل من باب البيت، صح؟ ونرجع على طول نخش على التلاجه. صحيح. اي حاجه في التلاجه بقى ناكلها. اي حاجه. فبناكل بكثافه طول ما احنا قاعدين بناكل، طول ما انا بردان قاعد باكل. مثلا حالتي النفسيه متدهوره، هتلاقيني بغل فباكل. وبالذات في الشتاء. يلا هات فشار، يلا قوم اعمل لنا سندوتشات، يلا هنسخن الغداء، او ايه بقى، حمروا شويه بطاطس، او شويه بطاطس بالليل، تلاقي الساعه 1 2 بالليل كده اكيل عامه، حمروا شويه بطاطس، وتلاقي انجر بطاطس كده محمره بالليل. اوحش حاجه ان انا اكيل، فهتلاقي عيني بتلمع مع الاكل. انت اكيل يا كريم؟ اكيل. طب وما شاء الله، ازاي انت اكيل ومحافظ كده على جسمك؟ عشان خاطر هو الموضوع بيبقى لايف ستايل، نظام يومي انا بمشي عليه، بعرف احافظ على جسمي. هو دي الفكره، زائد انها نسبه الحرق عندي طبيعيه. تمام. وبلعب رياضه، بتمشى، مش بلعب رياضه، مش لازم اقول جيم، لا انا هو انا عامه اوكي بحافظ على ده وبلعب جيم، ده طبعا انا بزوده لنفسي. ولكن انا ممكن احافظ على نظام غذائي بمشي عليه على مدار اليوم، بفطر مع الصبح مع الكورس، مع الفطار مع الكبسوله. فده موضوعنا عن الشتاء. طبعا يعني اخواتنا مسيحيين لسه خارجين من صيام، خارجين من نواشف، فجعانين، فهياكلوا بكثافه، فالموضوع هيبقى بالنسبه لهم كمان ايه، في منتهى الشهية، هيبقى عايزين ياكلوا هم. يعني احنا
هتلاقينا بناكل عادي. هم بقى خلاص هم دلوقتي شايفينها خلاص هم هيقضيها زي ما احنا في رمضان لما بنبقى طول اليوم صيام ونيجي على الفطار الواحد بقى يتهيأله ايه لو اتحط 100 طبق قدامه في رمضان هياكل من كل ده طبعا. هياكل ما نفس الحكايه ما بيحصلش وما بيحصلش بتجيبه بس وخلاص ودي مشكله اصلا عشان كده دايما في رمضان بنطلع تخان عشان احنا بناكل بالليل يعني واحنا جايين على السحور تلاقينا انا اصلا باكل على السحور الاكل اللي المفروض كنت اكله بتاع الفطار فالنهارده بقى احنا جايين بالكورسات ايه الكورسات ده؟ ايه بقى؟ عايزين بقى نعرفها للناس ونقول لهم الخصومات بتاعتنا وانا جاي لهم كمان بخصم بتاعي انا فوق الخصم زي ما احنا متعودين منك على طول دايما ليك عروض خاصه بيك انت قول لنا بقى النهارده انا جاي النهارده اتكلم عن الكبسوله بتاعتي تمام احنا النهارده معانا 3 كورسات كورسين وعليهم كورس هديه دي اول هديه معانا هنقول لي بقى للناس اصلا الكورسات بتعمل ايه تمام اول كورس هو بيسد الشهيه ماشي بمعنى بيكمم المعده ما بيخليهاش تاكل نفس كثافه الاكل اللي بتاكله على مدار اليوم العادي حتى لو انا اكلت كتير يعني انا كل شويه اخش الثلاجه اجيب اكل مش هاكل برده بنفس الكم هاكل برده بنسبه قليله جدا لان انا حاسس ان انا نفسي مسدوده الكبسوله معوضاني عن ده معوضاني عن الاكل بكثافه يعني انا لما هاجي هاكل بس اقل من الكم اللي باكله على مدار السنين اللي فاتت او على مدار الايام بس هاكل كل حاجه هاكل كل حاجه هاكل كلها ان الكميه هتبتدي تقل شويه بشويه مظبوط صح كده مظبوط ده احنا بنسميه كورس الثلاث شهور كورس الثلاث شهور ليه لان هم 3 كورسات كورسين وعليهم كورس هديه زي ما قلنا طبعا يغطي 90 يوم يا كريم يعني طبعا عايزين ايه تاني يعني يغطي 90 يوم وبينزلك من 30 ل 35 كيلو ما شاء الله وهي مره واحده يعني كان انا كده بغطي فتره الشتاء كلها مره واحده وطبعا واقدر اخده لنفسي عشان انا عندي زياده في الوزن كثيفه وممكن اخده ولو حد مثلا عندي انا ممكن اديله كورس ليه ما انا هقول برده لان الكورس الهديه دوت شامل كل حاجه اوكي اول كورس زي ما احنا ما قلنا بيسد الشهيه وعرفنا الناس ان هو بيبقى بديل لعمليات التكميم العمليات الجراحيه مش عايزين نعملها خالص زائد ان هي بتبقى مكلفه جدا لا انا جايب حاجه بسعر لطيف يناسب كل الناس عامل عليه خصم كمان النهارده يعني يا رب الناس تستغله لان الخصم كويس جدا خصم من الشركه وخصم زياده مني انا لكل المحبين لبرنامج حضرتك يعني خصم على الخصم عامل خصم على الخصم خصم على أنا عامل خصم على الخصم الخصم اساسا 60% لكل المشاهدين زائد خصم 10% زياده مني فهيبقى الخصم 70% لاول 100 متصل لأول 100 متصل في خصم 10% زياده مني انا لكل اللي هيتصلوا اول 100 متصل هياخدوا خصم 70% بعد كده الخصم 60% ده الخصم ال 70% ده وهتاخد 3 كورسات يعني في 3 كورسين وعليهم كورس هديه في كورس هديه في كورس هديه اساسا شامل كل اللي انا هشرحه دلوقتي حلو جدا طب قبل ما نشرح بس معانا نوره على التليفون طبعا ناخد نوره ونرجع عليكم السلام ازيك يا نوره ازيك يا شيف هانا الحمد لله يا حبيبتي اخبارك ايه الحمد لله اهلا وسهلا بيكي يا نوره معاك نوره من الغربيه اهلا وسهلا أهلاً بيكي انا الحمد لله وطي التلفزيون شويه يا نوره ماشي يلا وطي التلفزيون وقولي لنا بقى ايه السؤال الحمد لله يعني انا جبت الكورس الحمد لله وخسيت عليه 22 كيلو حلو جدا حلو وان شاء الله مكمله يعني يا رب على طول يا رب كده وبالصحه والعافيه يا نوره انت لسه مكمله استاذ نوره انت لسه مكمله مع الكورس ايوه مكمله انا الحمد لله يعني تمام ايوه ان شاء الله طب ده شيء كويس جدا طيب انت ليكي اي سؤال يا نوره لا الحمد لله يعني بشكر دي صورتك اهي ما شاء الله طب والمتابعه مع مين يا نوره بتتابعي مع مين من الفريق الطبي مع دكتور نهى مع دكتور نهى ايوه ماشيه معاه هو والحمد لله يعني بكلمها كل اسبوع هي بتكلمني والحمد لله يعني حلو جدا طب قولي لي يا نوره في اي اعراض جانبيه حاجه تعباكي حاجه مش مريحاكي في الكورس لا الحمد لله ما فيش اي حاجه الحمد لله يعني بتخسي لا. بس بصحه يعني بامان لا الحمد لله يعني الحمد لله كملي بقى يا نوره وتبعتي لنا صورتك بقى في الاخر خالص ان شاء الله ان شاء الله باذن الله شرفتيني يا حبيبتي شرفتيني عارف انت لما بتلاقي حاله كده النتيجه باينه انا دلوقتي قصه استاذه نوره استاذه نوره لا زي ما هي ما بتقول هي خسيت 22 كيلو ولسه مكمله هي دلوقتي في مرحله نحت
اللي هو الكورس الثاني اللي انا لسه هشرحه. مرحله النحت ان هي بتنحت مناطق اللي متراكم فيها الدهون. يعني استاذه نوره هي نزلت فعلا بكثافه والله اكبر عليها، يعني عندها اصرار وعندها عزيمه ان هي حلو تنزل جدا. هي لسه بس منطقه البطن هي دلوقتي شغالين على ده. يعني هي دلوقتي في الكورس الثاني اللي هو كورس النحت. يعني ال 22 كيلو نزلتهم من اول كورس. من اول كورس. حلو جدا ما شاء الله. من اول كورس وهتلاقيها دخلت في النحت، يعني ما هي هتلاقيها هي دلوقتي داخله مثلا في شهر واسبوع. شهر و10 عدي، المهم انها عدت الشهر. يعني هي دلوقتي بدات في النحت ممكن يكون بقى لها اسبوع. فهي برده نزلت 22 كيلو، ده رقم كويس جدا جدا طبعاً. جدا. بسم الله ما شاء الله. هي دلوقتي لسه بس بتشتغل على المناطق المتراكم فيها الدهون، هي نزلت خلاص كده جسمها كله. منطقة البطن فيها دهون فهي بتشتغل على ده دلوقتي. اللي هي أصعب منطقة دايما في الجسم. اللي هي أصعب منطقة في الجسم. اللي هي البطن فعلا. لا يعني أنا بشكرها جدا وإن شاء الله تكمل على خير وتبقى زي ما أنت حضرتك قلت تبعت لنا صورتها في الآخر. يا ريت. وهتبقى حاجة ممتازة. يا ريت يا نورة لو سمعينا هنستنى صورتك بقى لما تخلص الثلاث كورسات على بعض إن شاء الله وتبعت لنا بقى صورتها في الآخر خالص بإذن الله. تمام. إحنا كنا بنتكلم على الكورس. على الكورس، إحنا قلنا الكورس الأول اللي هو سد الشهية. الكورس الثاني بيعمل إيه؟ زي ما انا قلت هو بينحت مناطق متراكم فيها الدهون في الجسم. منهم اصعب منطقه اللي هي منطقه البطن زي ما حضرتك قلت. بيشتغل على ده، ده الكورس الثاني. منطقه الارداف فيها دهون بيشتغل على ده. دي كبسوله جديده، دي كبسوله جديده مضاعفه عامله نتيجه ايجابيه بشكل غير طبيعي مع معظم الناس، وطبعا بنسمع عنها يعني كل خير من العملاء لما باجي اتابع معاهم. كبسوله جباره دي اللي سميناها الكبسوله السحريه. الكبسوله السحريه عشان النتائج المبهره ما شاء الله اللي عملتها. دي بقى ده الكورس الثاني بينحط مناطق معينه في الجسم اللي متراكم فيها الدهون. زي ما انا بقول لحضرتك استاذه نوره هي دلوقتي شغاله على المرحله بتاعت الكورس الثاني اللي هو كورس النحت. لو خدت بالك ان هي في الشهر ويعني واسبوع 10 ايام نزلت 22 كيلو. يعني تقريبا نزلت 6 كيلو على الكورس الثاني. حلو جدا. طب ما تيجي ناخد مدام فاطمه بالمره وبعد كده نكمل كلامنا على الكورس. طبعا. مدام فاطمة أهلا وسهلا. يا مدام فاطمة. أستاذة فاطمة. إيه؟ إزاي؟ أيوة يا فندم. عاملة إيه؟ أهلا بيكي، إزاي حضرتك؟ الحمد لله بخير، منوراني. الحمد لله. منوراني يا حبيبتي. ربنا يخليكي، أنا متابعة حضرتك طبعا على طول. ربنا وبشكرك طبعا على وصفاتك الجميلة. ربنا يخليكي، ده من ذوقك والله يا حبيبتي، تعيشي. أنا يعني طالبه من حضرتك ليا طلب كتير عندك. قولي لي تحت امرك يا رب اقدر. انا بنوتي خدت الكورس من دكتور كريم ونفسها انها تكلمه على الهوا. طيب. لان هي عايزه تشكره بنفسها لان الموضوع بالنسبه لها مختلف جدا وتغيرت تماما. ما شاء الله يا سنها قد ايه؟ ايوه يا عم كريم بقى، يا عم كريم بقى. هي 15 سنه ونزلت في الوزن، يعني انا نفسي وباباها ما بقيناش مصدقين النزول ده كله. ما شاء الله ربنا يحفظها ويديها الصحة والعافية. اسمها ايه يا مدام فاطمة؟ اسمها ريتاج. ريتاج، ادينا ريتاج. يا ريتاج. اهي هتكلم حضرتك. ماشي اديها لي. مش هتكلمني انا بقى؟ هتكلم كريم. ازيك يا ريتاج؟ الحمد لله. ايه الأخبار الحلوة اللي سمعناها عنك دي يا ريتاج؟ شكرا يا فندم. أنا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي. أنتِ تابعتي مع دكتور كريم؟ يا فندم. طب هو معاكي اهو، مش انت عايزه تكلميه؟ انا يلا. الو الو، ازيك يا ريتاج؟ الو، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه دلوقتي الدنيا تمام؟ بقينا احسن حضرتك جدا يا استاذ كريم على الهواء. ربنا يخليكي. رب عسل يا ريتاج. يخليكي ليا، ربنا يخليكي. ده فوق راسي. شكلي اتغير. ايوه بقى، كنت لسه هسالك والله يا ريتاج. مبسوطه بقى؟ اكيد. مبسوطه جدا وشكلي اتغير تماما. اكتر حاجه بتحبيها بقى من القلب. بلبس لبس مناسب لسني. الله عليكي، كنت الاول بتلبسي حاجات كبيره بقى ومقاسات كبيره وكده. ميرسي ليك جدا وميرسي لمامي واصحابي دلوقتي ما بقوش يتريقوا عليا. يا حبيبتي مين ده؟ يا حبيبتي مين ده؟ محدش يقدر يا حبيبتي. وبقى شكلي احلى من الاول. عسل. بشكرك جدا يا دكتور كريم. ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا ويحفظك. ربنا يحفظها يا رب وكده وبالصحة والعافية دايما يا ريتاج وام ريتاج. لا يا رب. ده دايما اللي انا بقوله، ايه رايك في الاصرار؟ طبعا ده مش طبعاً. من ريتاج، ده من والدة ريتاج. حلت المشكلة في اللي عملت كده، حلت المشكلة في اولها، وده شيء ده اللي انا نفسي الناس كلها تعمله. لقت ان بنتها عندها 15 سنة، هو الكورس بيناسب من 15 سنة فيما فوق لحد 60. لقت ان بنتها تخينة، لقت ان هي بدأت تتضايق من زمايلها ومش عايشه سنها. البنت قالت كلمه صعبه قوي بجد، ومش عايشه سنها. وطبعا دي بيبقى ليها علاقه بالعنصريه بس مش هنتدخل في الموضوع. بس
الإصرار والعزيمة وإن هي قدرت تخلي بالها من بنتها ولاحظت مشكلة عندها، ده بالنسبة لي بالدنيا. وتحركت وخدت خطوة، وتحركت وخدت الأكشن خلاص، طلبت الكورس وتابعت معايا. وأنا بالذات مع السن الصغير بحب أنا أبقى بتابع معاهم بالدنيا لأنها ما بتتعبنيش. وبتصاحبهم بقى يا كريم جدا 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 وما بتتعبنيش. اعملي كذا، هي واثقة إن أنا لما أنا بقول لها حاجة، وطبعا بيبقى في حب ومتابعه. يعني هي لما بتكون بتحبني انا ببقى بحبها جدا، واثقه فيك واثقه في المنتج جدا، طبعا لا من ان انا مش هضرها او ان انا مش هقول لها حاجه وحشه. بالعكس، انا لما جيت اتكلم مع اي حد عنده 15 16 بقول له في الاول دايما عايزين نلبس حلو، عايزين شكلنا يبقى حلو، صح؟ دايما طبعا في السن ده بيبقى نفسهم ان هم يبقوا امامير، بيبقى نفسهم ان هم يلبسوا على الموضه، يبقى شكلهم حلو. ده اللي انا دايما بلعب عليه، وده طبعا برضو على الشباب مش على البنات بس. طيب احنا عايزين نقول لكل حبايبنا اللي عايزين يطلبوا المنتج ويلحقوا العرض الخاص بتاعك الخاص بيك النهارده اللي هو خصم على الخصم، التليفونات، ارقام التليفونات يا جماعه موجوده قدامكم كلها على الشاشه، كذا رقم يعني اللي هيتصل برقم وما يجمعش معاه الرقم التاني او يشوف التاني التالت، زائد الصفحتين قدامكم اهم على الفيسبوك بيتارم جلوبال بالانجلش، والصفحه الثانيه فيتارم جلوبال بالعربي. يبقى كده عندنا وسيلتين اتصال اسهل من بعض، وخصم 60% لكل 60% عليه كمان 10% مني انا الاول 100 متصل، فالخصم هيبقى 70% الاول 100 متصل، غير ان في كورس زياده، يعني هديه، غير ان في كورس هديه زياده على الكورسين. احنا قلنا كورس السد الشهيه وقلنا كورس النحت، حلو جدا، اللي هو الكبسوله السحريه اللي جايبه نتيجه هايله مع كل الناس، وبالذات مع استاذه نوره هي شغال عليه دلوقتي. الكورس الثالث ده الباكج، ده لامم كل حاجه، التالت ده الهديه بقى، ده بيسد الشهيه، بيحرق الدهون المتراكمه في الجسم، في درجه ثبات للوزن. ده الثبات بقى، يعني اللي هينزل على الكورسات محتاج في الاخر انه مثلا يشتري حاجه تانية تثبت، هو هنا مش محتاج. مش انا مديها لك هديه، وكورس كامل لو ناقصك مثلا 5 كيلو هتنزل خلاص. ده بقى اللي ايه بيظبط الشغل في الاخر، بالظبط، ده في الاخر اللي هو بيشتغل على كل حاجه. ده بالنسبه للثلاث كورسات. بالنسبه للنقط، النقط بتزود سرعه الحرق في الجسم. انا نسبه الحرق عندي ممكن تكون ضعيفه، ما بعملش مجهود، بشتغل دايما وانا قاعد مثلا، ما بلعبش رياضه، وزني تقيل على رجلي فما بقدرش اتحرك. هي بقى النقط بتزود سرعه الحرق في الجسم بمقدار اكنك لعبت ساعه ونص في اليوم رياضه. دي من مكونات الكورس، من مكونات الكورس طبعا. كل الكورس الكورس ده بيكمل الكورس ده، بيكمل الكورس ده، والكورسات كلها الفروع اللي فيها زي النقط والاعشاب بيكملوا الكبسول. انا قلت النقط بتزود سرعه الحرق في الجسم للكبسوله، مظبوط. طب ايه اللي هيشغل ده وده على النظافه؟ الاعشاب. الاعشاب بتعمل ايه؟ هي اعشاب بتنقي السموم من الجسم. السموم دي بتيجي منين الاول عشان برضو الناس تبقى عارفه؟ من اكل فاست فود، اكل الشارع، من الهواء، من السموم اللي دايما عايشين فيها. يا كريم ده ممكن من الميه، من الميه، ممكن من الميه اللي بنشربها، ليها بدل حاجه 1000 بحر. صح، الاعشاب بقى بتعمل ده، واعشاب تبقى 100%. اللي يجي يقول لي طب الكورس دوت ايه اضعف؟ مفيش حاجه. يقول لي هكتئب يعني؟ لا مش هتكتئب. ليه تكتئب؟ كل حاجه طبيعيه 100%. طيب هيحصل حاجه، عندي مشكله في الضغط او السكر، عندنا كورس يناسبك للضغط والسكر. تمام. طيب احنا دلوقتي قبل ما نختم بسرعه كده، ان احنا عندنا خصم على الخصم، عندنا خصم ده خاص بيك انت. محتاجين برضو نقول على المسابقه، يا ريت كل اللي بيطلب دلوقتي طبعا الكورسات، يا ريت هو لما بيطلب الاوردر بيخش في سحب على مسابقات على اجهزه منزليه، اجهزه منزليه. ده طبعا بمناسبه السنه الجديده، ان شاء الله خير على كل الناس، يا رب ان شاء الله تبقى سنه جديده وسنه سعيده على كل الناس. شكرا يا كريم، شرفتني، شرف ليا، واتمنى ان كل الناس وكل حبايبنا اللي كانوا بيشوفونا النهارده يستفيدوا من العرض الخاص بدكتور كريم. يعني اسالوا عليه وقولوا كده العرض اللي هو خصم عليه خصم، صح طبعا كده؟ خصم عليه خصم 10% مني انا، اللي هو ثلاث كورسات، ثلاث كورسات، كورسين وعليهم كورس هديه. تمام، شكرا يا كريم، شرفتني، شكرا لكل المشاهدين، تعيش، ربنا يخليك. اشكركم على متابعتكم الكريمه، يلا اعملوا البكاكين بتاعتنا وصوروها وابعتوها في التطبيقات. تاكل بقى براحتك، يلا عيش بقى، عيش عيش، عندك جبنه قريشه اهي جميله، ملحها قليل جدا يعني. الف هنا وشفا، اشوفكم على خير يوم السبت ان شاء الله في وصفات احلى واحلى، ومن النهارده ليوم السبت هسيبكم في رعايه الله. يلا بينا، يلا بينا.